من السيد نون طبعا هيطلعنا على طبيعة الأوضاع في السويس ومدى التزام الناس أو حتى مدى التزام الجهات الحكومية بمنع أو دخول المواطن اللي هو لم يحصل على اللقاح. سيد بصبح عليك وياريت تحطنا في الصورة بعد إذنك. صباح الخير يا هشام. الحقيقة النهاردة أنا قمت بجولة صباح اليوم أمام عدد من المنشآت الحكومية في السويس، من بينها مديرية الصحة. أنا بدأت بمديرية الصحة، وهي عشان هي طبعا ليها دور كبير خاص بعمليات اللقاح. انا لقيت النهارده قدام مديريه الصحه في التزام كامل من المسؤولين والموظفين والعاملين بالامن بالمديريه ان هم يمنعوا دخول اي مواطن لم يتلقى اللقاح. طيب لو مواطن ما تلقاش اللقاح ايه اللي هيحصل؟ في مركز لخدمه المواطنين داخل المديريه، ممكن يتفضل المواطن يتفضل داخل المركز وياخد اللقاح على مسافه برضو يعني حوالي مسافه قليله في قرية الحجاج بالسويس موجودة للمسافرين أو المتواجدين بالمدينة إن هم يتلقوا اللقاح لمن لم يتلقى. وفي مبنى لما جيت مبنى محافظة السويس كان المتواجدين أمام البوابة الصبح السكرتير العام لمحافظة السويس الأستاذ خالد سعداوي، العميد إيهاب سراج سكرتير مساعد، الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وكانوا بينفذوا تعليمات اللواء عم جيت صقر محافظة السويس بمنع دخول اي مواطن مبنى محافظه السويس او الديوان العام غير متلقي اللقاح. ده في نفس الوقت اللي فيه نصائح بتقدم للمواطنين، انت مش قادر تقدم مش قادر تخش دلوقتي، لا ممكن تروح المكان الفلاني تاخد فيه اللقاح وبشكل سريع جدا. احنا بنتكلم دلوقتي عن مبنى محافظه السويس اللي انا موجود قدامه. سيد معلش بس انا عايز اتوقف معاك، احنا بنعرض صور من السويس وللاسف كل الناس اللي داخله مش لابسه كمامات. ده مؤشر يا جماعة بنوجهه لكل الناس المسؤولة عن القرار. الموضوع بس مش فكرة تلقي لقاح، فكرة إجراءات احترازية، إجراءات وقائية. كتير جدا من المشاهد أنا قاعد مركز بقى وشايف الكلام ده كله. حضراتكم شوفوا الصورة وشوفوا كم واحد لابس كمامة وكم واحد مش لابس، سواء داخل أو خارج. نقطة مهمة جدا جدا يا جماعة لازم ننتبه ليها ونحطها في الحسبان خلال الأيام الجاية إن شاء الله. أنا آسف طبعا يا سيد على المقاطعة، اتفضل يا فندم كمل. ده تم. انت اعتقد انك انت تقصد امام مديريه الصحه في السويس. انا من يعني منذ قليل سمعت ان يعني اللواء عبد المجيد صقر وهو بينبه على جميع الموظفين والعاملين بالمحافظه وايضا المديريات ان هم اللي موجود لازم يكون مرتدي الكمامه. الكمامه داخل العمل وخارجها ايضا. بالشكل المرضي اللي يامن المشهد للاسف، ودي من الحاجات اللي الواحد حزين جدا هو بيقولها دلوقتي. احنا بنعرض الصوره، ده مش كلامي يعني انا دي الصوره اللي بتتكلم. مع الوقت هيبقى في التزام. احنا بنتكلم برضو الفتره اللي فاتت كان في تركيز كبير جدا ان الناس تتلقى اللقاح. ممكن ان شاء الله الايام الجايه نشوف ان يبقى في التزام اكبر بارتداء الكمامه، خاصه ان في حملات توعيه بتتم داخل المحافظه. انت بتتكلم يعني انا بكلمك يا هشام عن محافظه فيها 450 مصنع وشركه سواء خليج السويس او العين السخنه او داخل محافظه السويس، كل توجد فرق عمل في الخمس احياء داخل المحافظه لتنفيذ القرارات دي سواء تلقي اللقاح او عدم ارتداء او ضروره ارتداء الكمامه. واحنا بنتمنى طبعا الايام اللي جايه يبقى في وضع افضل من كده. انا بس عاوز اقول لك ان انا مثلا مبنى ديوان محافظه السويس اللي انا موجود قدامه دلوقتي جنبه مديريه التربيه والتعليم، جنبه مبنى جوازات السويس، جنبه مديريه امن السويس، مجمع محاكم السويس. المناطق دي كلها في مراكز لتلقي اللقاح قريبه منها. وانا بقول برضو للساده المشاهدين من ابناء محافظه السويس ان اي مواطن ما قدرش يخش منشاه حكوميه توجد تعليمات من اللواء عبد المجيد صقر بتوافر اللقاح داخل جميع مستشفيات وزاره الصحه وداخل مديريه الصحه وداخل قريه الحجاج بالسويس. ايضا كان في حملات توعيه الايام اللي فاتت وفي مشاركه من الاحزاب السياسيه اللي فتحت مقراتها لتلقي اللقاح، ده حصل. الدكتور اسماعيل الحفناوي مدير الصحه بالسويس قال ان في وحدات متنقله بتروح الكره موجوده حاليا وتم وده اتنفذ خلال الايام اللي فاتت. ايضا ان في وسائل نقل المواطنين من بعض اماكن قدام مبنى حكومي مش عارف يخشوا بسبب ان هو ما خدش اللقاح، لا احنا ممكن ننقلك برضه لمكان تلقي اللقاح. اعتقد ان الايام الجايه الامور هتبقى افضل يا رب. احنا بنتمنى في تطور اكيد في التزام وان شاء الله هنشوفه قريب يا شيخ.